بدنا نفتتح مركز الدراسات الاشتراكية بالدائري، بنحاول قدر الإمكان نجمع الحركة العمالية اللي احنا كنا متابعينها في الشهور اللي فاتت واللي هي متصاعدة فعلا بعد الثورة. يعني معانا هنا النهارده قيادات نقابية عمالية في الأهلية، بنحاول نجمع الحركة، بنحاول النهارده نشكل لجنة للعمال والطلبة مع بعض، ده في تصعيد للحركة. بنحاول ندفع النقابات المستقلة، في بعض النقابات المستقلة شكلت بالفعل بس مش عارفة تتحرك ازاي. مركز الدراسات الاشتراكية في الأهلية هيبقى ناقل للخبرات، مجمع للخبرة ديت، ومن النهاردة ان شاء الله هيبقى مكان للحركة الطلابية والحركة العمالية في الأهلية. رحب بكل الناس، كل الأوراق والأطياف السياسية، رحب بعمنا كمال خليل وحسام الحمداوي، الناس اللي نضلت في فترة البثاثة، الناس اللي كانت بتقول ثورة وما كانش حد مصدق إن هيحصل في مصر ثورة، كان معظم الناس مصدقة إن ممكن انقلاب عسكر، ممكن ترتيبات قصور، ممكن ضغط، خارجي هو اللي يعدل الامور في مصر، وكان الاحتمال الابعد هو قيام ثوري. ولكن الناس دي اللي احنا اتعلمنا منهم وكنا بنردد مقولاتهم، يعني عمنا كمال خليل قال لما بتخرج الجماهير الامن المركزي بيبقى ليه شفهاوه، قال الجمله دي في التجمع في المنصوره في احتفالات 17 و18 يناير. اما الناس كانت بتقول ثوره كانت مصدقه ان في ثوره وان الحل في ايدي الجماهير وان الحل من اسفل. قامت الثوره المصريه باتفاق بين كل القوى السياسيه، ولكن المسارات بعد كده اختلفت. احنا مصدقين ان الفتره القادمه هي فتره صراع محتدم بين الجماهير المصريه، بين جماهير، بين العمال تحديدا، العمال والموظفين وفقراء الريف والمدن، وبين الرأسمالية المصرية. الرأسمالية المصرية اللي في الحقيقة في أزمتين، أزمة عالمية، بقى الرأسمالية العالمية في أزمة حقيقية، فمش قادرة تقدم قروض، ممكن كان في السابق تبقى أيسر، مش قادرة تقدم معونات، مش قادرة تقدم شراكة مع الرأسمالية المصرية، ومش قادرة كمان تستقبل المنتجات اللي بتنتجها الرأسمالية المصرية بشكل كان ممكن في السابق. الأزمة الثانية اللي وقع فيها الرأسمالية المصرية هي إن اللحظة الثورية انتقلت من ميدان التحرير وراحت المصانع وراحت المدارس وراحت وراحت، وإحنا شايفين إن في تصاعد حقيقي في المطالب الاجتماعية. التصاعد ده بيزيد وهيزيد جدا، وبالتالي الرأسمالية المصرية وممثليها السياسيين الحاليين وقعت في ورطة، وبالتالي الصراع هيزداد حدة. حدة الصراع دي بتتطلب حاجتين في رأيي. الحاجة الأولانية هي الاستعداد للتضحية، تضحية ببعض الوقت، تضحية ببعض الجهد، تضحية ببعض الحرية يمكن في أوقات، لكن الأهم هو التنظيم. إن احنا ننظم جبهة ثورية عريضة بتضم كل القوى الثورية اللي هدفها استكمال الثورة الحقيقي، إن احنا ننظم الطبقة العاملة. التنظيم ده بيتم بإنشاء نقابات مستقلة، تربيط النقابات المستقلة دي مع بعضها، تجذيرها في الواقع. وإحنا النهاردة بنستضيف قيادات عمالية وفلاحين كخطوة أولى. مركز الدراسات الاشتراكية بالدائرية بيعملها إن هو ينسج علاقات بين العمال بين النقابات، يطرح رؤية يخليه في ظهر العمال. واحنا معانا هنا استاذنا الاستاذ جمال عويضه اللي هو ناضل في النقابه المستقله للضرائب العقاريه اللي هي فعلا انشات في ظل نظام مبارك وتحديا ليه. ثانيا انا تاني مره برحب بيكم جدا وبشكر حضوركم، شكرا.